مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. الصورة أمامكم كيف كتلاحظوا في انقلاب سيارة للأسف بسبب حادث سير وسيارة إسعاف اللي غادرت المكان الآن. أن حادث سير خطير وخطير جدا على مستوى منطقة مولاي رشيد. إذا الحادث وقع ما بين سيارتين بالقرب من الملعب الكبير لمولاي رشيد. قربكم أكثر للمصورين لنفس الصورة، احنا مقابلين الشمس فنقربكم أكثر من الحادث المؤلم للأسف، لأن هنا ما كاينش إشارات ديال المرور في منطقة مولاي رشيد. غياب العلامة التشويرية، غياب علامة سقيف. هناك الضوء الأحمر صحيح، ولكن كنتكلموا بالإشكال في المنطقة بأكملها. إذا الحديث ما بين سيارتين، فاللي وقع انا اللي فهمت الان من خلال الكلام ديالي مع بعض الناس اللي كانوا حاضرين، فربما واحد فيهم ما احترمش الاشاره الضوئيه. هذه هي السيارة الثانية اللي عندها خسائر مادية كبيرة، ف راح نقربكم أكثر من هذا الحدث. هنا في مسؤول تاع الموت، تردوا البال لنفسكم إلا ما تعرفش الوقت شنو تجيب. أول شيء بعد على سلامة السائق ديال هاد السيارة والسيارة الثانية. Thank you.
فباش نذكركم فصيرة إسعاف. باش نعاودو نذكركم فصيرة الإسعاف غادرت المكان الآن، لأن هناك إصابة بسبب هذا الحادث. من خلاص اذا نقول على سلامة الركاب، ولو ان هناك اصابة وتم نقلها على وجه السرعة للمستشفى من طرف رجال الوقاية المدنية. الحادث وقع ما بين سيارتين هنا بمنطقة مولاي رشيد.